مساء الخير أحبائي وأعزائي، وكل عام وأنتم بخير. مع كل الحب ومع كل المودة، لن تصدقوا ما قالوا الفنان أو المطرب سعد الصغير وهو يبكي وينبه ويرشد، ورسالة للأقباط. سعد الصغير: ننشر تفاصيل التحقيقات المتعلقة بقضية المطرب الشعبي الذي يواجه اتهامات بحيازة سجائر إلكترونية تحتوي على مواد مخدرة. القضية يا سادة تتعلق بالعثور على 9 سجائر إلكترونية من نوع فايب وتحتوي على مواد مخدرة، وذلك أثناء عودته من الولايات المتحدة الأمريكية مرورا بالدوحة في طريقه إلى مصر. لقد تم ضبط هذه السجائر خلال التفتيش الروتيني لحقائبهم. وهذه هي مصر التي لن تتخلى عن الأمن والأمان، لن تتخلى عن القوة، لا تعرف الوساطة، لا تعرف الغش، إنها لا تميز بين فنان غني أو بين فقير، تقوم بعملها الدائم. القضية أسابة ويعتبرت صاد الصغير حول محتوى السجائر الإلكترونية. يقول: خلال التحقيقات وأدلى المطرب باعترافات مهمة حول طبيعة السجائر التي كانت بحوزتهم، وأوضح المطرب في التحقيقات أنه كان يعتقد أن هذه عبارة عن هدية بسيطة، ويقول: تلقيت هذه كهدية من منظم الحفلة وأخبرني أن أوزعها على أعضاء فرقتي لأنها كانت هدية مني لهم. وعندما سئل عن محتوى هذه الأجهزة قال وأضاف: كنت أظن إنها سجاير فايب بنكهات مختلفة مثل العنب والتفاح والبطيخ والقرنفل والقرنفل، وأي كلام في أي مساح وأي مداح، ولم أكن أعرف إنها تحتوي على مواد مخدرة لأنني لا أدخن السجاير. الله، طب أنت ما بتدخنش السجاير؟ قبلت ليه تاخد سجاير؟ ولا أي حاجة بالزيت وخلاص؟ تفاصيل ضبط السجائر المخدرة مع أعضاء سعد الصغير والإجراءات المتخذة. عندما تم ضبط المطرب كان قد قدمها، والتي أعتقد أنها هداية بسيطة. وحول تفاصيل الضبط قال: عند وصولي إلى مطار القاهرة تم تفتيش حقيبتي ووجدوا 9 سجائر فايب. أخبروني بأن هذه ذات رائحة غير جيدة، وتم تحرير محضر بشأنها. وأضاف: عندما دخلت إلى الجمرك سألوني إذا كان لدي شيء، فأجبت إنني أملكها. سجاير بايب. قاموا بتفتيش حقيبتي ووجدوا 9 سجاير البايب التي اعتبرت أن رائحتها غير مقبولة. وفي سياق الحديث عن الإجراءات المتخذة، ذكر أن المسؤولون في الجمرك قالوا إنها تحتوي على مواد غير عادية. وعندما سألوني عن مصدرها أوضحت أنها هدية من شخص اسمه رافض، وأكد أنها لم تكن سوى هدايا بسيطة، ولم يكن يدرك انها تحتوي على مواد مخدرة. ايه يا عم الحاج، انت فاكر الشرطة مش فاهمة؟ تسلسل هذه التفاصيل الضوء على ملابسات القضية وتوضيح الاسباب التي ادت الى ضبطه، كما تسهم في فهم طبيعة السجائر الالكترونية المضبوطة والاجراءات التي اتخذت في هذا الشأن. وتم إحالة سعد الصغير إلى النيابة. يقول: كنت مفكرها سجاير عادية. ننشر اعترافات سعد الصغير في قضية
تعاطي المخدرات وهو يبكي. ومع ذلك إلا أنه ترك رسالة للأخباط، ترك رسالة شديدة اللهجة للأخباط. انظر وانتظر إلى نهاية الفيديو لترى ما هي الرسالة التي وجهها للشباب الأخباط. شعب الصغير، ننشر تفاصيل الحقيقة المتعلقة بقضية المطرب الشعبي الذي يواجه اتهامات بحيادة سجائر إلكترونية تحتوي على مواد مخدرة. وبعد القبض على سعد الصغير بمطار القاهرة، ننشر أول صور إحراز المخدرات المضبوطة. وبعد القبض على سعد الصغير بمطار القاهرة، ننشر أول صور إحراز المخدرات المضبوطة. وقام السلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة كذا وكذا. وبالرغم من كل ذلك، إلا أننا نجد دائما هذا الكلام الذي لا يعي ما يقول سعد الصغير، أنه لا يجد مفر أبدا من هذا الكلام الغير مفهوم والغير مقبول. وإنها رسالة للإخوة الأقباط، كما إن الفنانة ناهد رشدي أيضا وصية لا شديدة اللهجة للأقباط. الله، وكل الأقباط هنعرف ليه. أعلن نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي عن رحيل الفنانة بعد صراع طويل مع مرض السرطان اللي هي كانت طالعة بنت عبد الغفور الفرعي عن عمر يناهز 68 سنة. رحيل الفنانة الكبيرة كان صدمة لعالم الفن، صدمة ليه يا أخويا؟ كل هيموت. ولجمهورها الذي عرفها كفنانة تميزت بموهبتها الرفيعة وأخلاقها الرفيعة. كان المرض اللعين، للمرض اللعين الذي استمر لسنوات طويلة، تأثير كبير على صحتها وحياتها، ولكنها واجهت هذا التحدي بشجاعة نادرة. والغريب هنا، وهي الوصية التي تركتها للأخبار، وقالت أو قال أشرف زكي في مداخلة هاتفية ببرنامج أنا وهي المذيع على قناة صدى البلد، وصف الدكتور أشرف زكي الفنانة بأنها كانت إنسانة خلوقة ومحترمة. وقد أشار إلى أن كان زميلا لها في معهد السينما، حيث لاحظ أخلاقها الرفيعة وحضورها الهادي، ولم تكن تبرز في الأماكن العامة كثيرا، بل كانت تفضل الصمت وتبنيها في العمل. خلال فترة معاناتها مع مرض السرطان، أظهرت قوة وصمود كبيرين رغم تلقيها للعلاج في مستشفيات المتعددة. كانت دائما ما تربط أي نوع من الدعم المالي، وفضلت أن تتحمل تكاليفه على العام بمفردها. الدكتور أشرف زكي أكد أنها لم تطلب أي مساعدة من النقابة أو من زملائها، بل كانت تتلقى العلاج بصمت وتحافظ على معنوياتها المرتفعة بإيمانها العميق بالله. كما أضاف أشرف زكي أنها كانت دائما ما تتواصل مع زملائها لتقديم التهاني بالمناسبات والإطمئنان عليهم، مما يدل على ارتباطها واهتمامها بالآخرين. كانت تعيش في حي العجوزة، ولطالما كانت تدعو زملائها عشان يجي يقعدوا معاها، وده بيعكس دفء شخصيتها وحبها للآخرين. وهنا انتظر المفاجأة، وهو وصية سعد الصغير للأقباط والفنانة التي توفت نهاد رشدي، الرسالة أيضا للأقباط. انظر واستمع جيدا، لأنها مفاجأة مدوية كما قال.